السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا لأي غدا سريع. لو انت مستعجلة وعايزة تعملي غدا بسرعة جدا كده مش هياخد منك وقت، الصينية دي منجزة جدا في الوقت، فيها كل حاجة، فيها الخضار وفيها الفراخ، وفي نفس الوقت خفيفة جدا في الأكل وما بتاخدش منك وقت خالص في العمايل، سهلة وسريعة جدا، إن شاء الله تعجبكم. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. اول حاجة معايا بطاطستين متوسطين مقطعاهم مكعبات بالشكل ده، هقليهم على طول في الزيت كده. حطيتهم بقى الزيت، استنيت الزيت يسخن وبعدين حطيتهم في الزيت، هقليهم قلية كده خفيفة يدوب يكونوا استووا. في طاسة تانية هحط بصلاية كبيرة مفرومة، هشوحها كده في الزيت لحد ما تدبل، وبعدين انزل عليها بقطع فراخ متقطعة مكعبات. لو انت عندك فراخ مخلية او جاهزة متقطعة، انا حطيت نص كيلو فراخ متقطعة، وهقلبها كده مع البصل لحد ما تدبل وتبدأ تدخل في السوى بالشكل ده. لما تبدأ تدخل في السوى بقى احط عليها فلفل الوان او فلفل رومي يعني اللي عندك، واقلبهم كده كويس مع بعض، وبعدين انزل بقى بالبهارات، ملح وفلفل وكمون، بصل بودر، توم بودر، بهارات فراخ وكاري. بس كده على حسب طبعا الكمية اللي عندك هتحطي البهارات، هو من كل ده نص معلقة صغيرة، وبعدين اقلبهم كويس مع بعض، وفي الاخر احط نص كوباية صغيرة صلصة يدوب بس عشان الفراخ برضو تبدأ تستوي كده فيها. وفي الاخر بقى قبل ما تدخل في السوا او قبل ما اطفي عليها بحاجه بسيطه، احط كريمه الطهي اللي هي علبه صغيره 200 مللي، احطها بس عليها كده، وبعدين اقلبها تقليبتين قبل ما اطفي، وبس كده خلاص تبقى هي جاهزه معايا واستوت. يعني كريمه الطهي احطها في الاخر خالص قبل ما اطفي على الفراخ، يا دوب تاخد معاها تقليبتين بس كده واطفي عليها. بس كده اجيب البايركس بقى، احط في الاول كده طبقة البطاطس اللي انا حمرتها، وبعدين الفراخ، شايفين الفراخ جوسي خالص ازاي كده من كريمة الطهي اللي احنا حطيناها، بتخليها جوسي خالص مش ناشفة. وافردها كده كويس في الصينية، وبعدين طبقة بقى موتزاريلا على الوش كده كتير لحد ما تسيح معاها على الوش، وبس كده هدخلها الفرن، بس الشواية تاخد لون من على الوش وخلاص. انا مش هشغل الفرن عشان هي اوريدي كل حاجة فيها مستوية، انا بس عايزاها تاخد وش يحمر وخلاص بالشكل ده. ما خدتش مني وقت خالص، وبجد بتخلص بسرعة جدا. ياريت تجربوها بالطريقة دي، وان شاء الله الطريقة دي تعجبكم. بجد سهلة جدا وسريعة، لأي حد مستعجل في الغدا مش هتاخد منه وقت خالص. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده. شايفين بقى وانا بقطعها الجبنة سايحة ازاي عليها، وهي الطبقة نفسها خفيفة وجوسي قوي كده مع نفسها، زي البشاميل كده اول ما بنطلعه سخن بيبقى جوسي خالص. بجد الطريقة دي جميلة قوي وسهلة خالص، وطعمها بجد يجنن. لازم تجربوها وقولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.